المسيح قام. بعد قيامته للمسيح من الموت صار يظهر كتير لتلاميذه حتى يثبتهم، ثبت لهم إيمانهم، حتى يقويهم، حتى يشجعهم. وظهر بطرق كتيرة ومختلفة، ظهر للمريمات، ظهر لمريم المجدلية، ظهر للتلاميذ بالعلية، ظهر لتلميذين على الطريق، ظهر لبطرس وحده، ظهر وين ما كان. هيدي بتعطينا علامة انه ربنا موجود مع حياة الانسان بكل ظروف حياته، وين ما كان موجود، ان كان بالطريق او بالشغل او بالبيت او عم بيصلي او وين ما كان، الله موجود معه، حاضر معه. هيدا الله الذي يرانا، الله اللي بيشايفنا بكل لحظة نحن شايفينه. وهالشي بيخلينا حقيقة بيدعينا انه نفكر، إذا الله شايفني بكل لحظة، هذا الشيء بيخليني خاف، خليني أحذر من إني أعمل غلط، بيخليني آمن فيه أكثر واحترم قدرته وقوته أكثر للرب. حاضر معي بكل لحظة، موجود شايفني بكل دقيقة. بعد قيامته ربنا ما رح يبقى على الأرض، أكيد ما بيقى على الأرض، لأنه ما أجى حتى يبقى على الأرض للأبد. أجى على الأرض ربنا تجسد تيحل مشكلة، مشكلة كبيرة رعبت الإنسان، تيحل مشكلة خوفت الإنسان اسمها الموت. إجا يحل مشكلة الموت، وبقيامته من الموت حل المشكلة، غلب الموت، انتصر على الموت. وهيدا بيدعينا نفهم كتير منيح نحن المنآمل بيسوع، إنه نحن وقت المنآمل بيسوع ومنمشي مع يسوع ما بقى في موت إلنا. أختي بعدنا منفكر بالموت مثل كأنه بالعهد القديم بالجسد، بس يموت إنسان عنا منحزن لدرجة ما منعود نفكر أكثر من الحزن، نوقف عنده. اليوم ربنا بالإنجيل ظهر لتلاميذه كانوا عم بيتصيدوا سمك، يوحنا الإنجيل ذكرهم بالأسماء حتى يقلنا هودي شهود على اللي عم بقوله إنه حقيقة، وهي القصة صارت بكل معنى الكلمة، هو أسماء اللي كانوا موجودين للشهادة، هيدا شهود. والتلاميذ وقت راحوا يتصيدوا سمك، ما بعرف ليش راحوا يصيدوا سمك، يمكن يعبوا وقت حتى تجيهم رسالة ربنا من جديد، أو يمكن حقيقة بعضهم شاعرين بالحزن والفشل رجعوا لحياتهم الماضية. وهذا الخطر بالموضوع، إنه الإنسان من بعد ما يتعرف على ربنا ويشوفه بلحظة يأس يرجع لحياته الماضية، وهون بتبلش الكارثة، وكأنه ربنا مش موجود، خليه الفشل بحياته ينسى ربنا اللي اختبره أساسا. بهديك الليلة اللي راحوا فيها شو ما كانت الظروف ما تصيدوا شيء، بس ربنا سمح بأنه يروحوا على هالصيد ويفشل، سمح يصير هالاختبار. تعبوا كل الليل وما تصيدوا ولا سمكة أبدا، هيدا فشل، حتى يفهمهم ويفهمنا أنه الحياة أخوتي بحياتنا اليومية على طول في فشل وفي إحباط، مش بس كلها راحة ونجاح، في من اثنين. كيف نحن منتعامل بحياتنا مع كل شيء منصادفه، إذا كان نجاح وفرح تواضع وخدمة واستمرارية بكلمة الله، وإذا كان فشل وإحباط وحزن كيف منقبلهم بالرب يلي بيعطينا هالقوة نتخطى. خاصة عم بده يشجعهم انه رح يوديهم فعلا باخطر رساله للانسان، بدهم يروحوا يبشروا كل العالم، بدهم يبشروا بالملكوت، ورح يواجهوا تعب واحباط واضطهاد وعذاب. عم بفهمهم من خلال هالصيد شو رح يواجهوا بحياتهم كلها سوا، في فشل في تعب مثل ما في نجاح، بس المهم انه الرب بيخلصهم بيقويهم بيعضدهم وبينجح رسالتهم، شرط الاتكال عليه وما يبتعدوا عنه. هقلنا ربنا بيعطينا كل شيء، شرط نحن ما نتركه، ما نبتعد عنه. نحن وقت اللي ربنا يسوع المسيح دخل معهم بجو الصيد بالسمك، دفق الخير، امتليت السفينة بالخير. هذا يعني انه من دون ربنا نحن بمواجهة دايما مع اليأس والفشل والإحباط بهالعالم. ف
تخيلوا قديش ربنا وقت اللي بيكون الإنسان مش مرتاح حياته مبطل يشوف ربنا إذا ما كان عنده هالقوة الإيمان بقلبه. المسيح واقف على الشط والتلاميذ قباله شافوه ما عرفوه اللي عايشوا معه، شافوه وما عرفوه بسبب يمكن تركيز أمور الدنيا، عم بتصيدوا سمك، هن رايحين يتصيدوا سمك، أو يمكن لأنه عن جد تعبانين كل الليل ونعسانين وفي حزن وفشل إنه ما تصيدوا شيء، وراجعين بشكل إنه كأنه عم بعيشوا هالتعب النفسي مع الجسد. وسألهم وحكيهم إنه معكم شيء بيتاكل، معكم صيدتوا شيء للأكل؟ قالوا له لا ماشي ما عنا شيء، وكأنه عم بيقولوا له إنه فل يا معلم ما تصيدنا شيء اليوم، ما رح فيك تشتري منا سمك. ما عرفوا منو هيدا اللي عم بيسألهم عن السمك. وفي إلها معنى روحي كمان، إنه وقت اللي بيحكي معنا الرب يسوع وبنكون بهالحالة التعب، كتير أحيانا منرفض كلمة الله، منرفض عن جد نسمعه ومجاوب لا، إنه حل عني حتى ما بدي إياك بحياتي، إنه كنت معك لأني عم مر بصعوبة وبحزن أو ما بعرف تعب، برفض اسمع كلمة الله، ما بدي إياه، إنه أنا هلأ حزين تعبان ما بدي، مع أنه هذا الوقت اللي أنا بحاجة له للرب. بس هون عم بيضعف الإيمان، ما بعرف الإنسان قديش لازم يشتغل على حاله تيوصل لهاللحظة يبين إذا فعلا مؤمن أو لا. وكأن عم نقول له بهاللحظة فل عني ما بدي إياك بحياتي. وقديش في ناس بمثل حدا تعرفوا الموت بعدنا منحزن لاشتياق الإنسان اللي منحبه اللي فال، بس حقيقة اللي بياخدوا موقف من ربنا بيبطلوا يفوتوا على كنيسة، أو بيكونوا قاصدين يعملوا شيء تينجحوا فيه وما بينجحوا، وكأنه بيلوموا ربنا لأنه ما نجحهم، لأنه هن على طول راب منه لا ما نجحهم، بيبطلوا بيعتبوا عليه بطلوا يفوتوا على كنيسة. شغلة خطرة علينا كيف منفكر بربنا وكأنه شخص مثلنا مثله، مع أنه نحن اللي بحاجة له، هو بالنهاية مصدر حياتنا وهدفه، لأنه الحياة الأبدية عنده. ساعتها ربنا قال لهم كبوا الشبكة من عن يمين السفينة، كانوا تعبانين وطاعوا الكلمة، يعني بعد الحد هون ما تأكدوا أنه ربنا، بس عمليا إذا واحد بيفكر أنه راجعين الصبح وكل الليل يحاولوا بعد بدي كب الشبكة، رغم تعبهم كبوا الشبكة طاعوا الكلمة، امتليت الشبكة بالسمك، تعبوا كل الليل وما اصطادوا شيء وراجعين مثل ما قلنا بحالة نفسية، بس سمعوا كلمة الرب رغم تعبهم كبوا. وهيدا أخوتي لقلنا كم مرة بكون تعبان حقيقة ما الجلادة أبسط الأمور صلي، أمرار كتير بكون تعبان راجع من شغلي كل النهار وحقيقة إنسان بدق لي محتاج لإلي، بلاقي له مليون عذر لأني تعبان ما بروح أخدمه. كلمة الله لأجل كلمتك يا رب، بهاللحظة في إنسان محتاج إلي، بس لأني بحب حالي أكتر بنسى ربنا شو بده مني. صدقوني وقت بنتخطى تعبنا بنخدم بعضنا نحن مننال أضعاف الأضعاف. لأجل كلمتك يا رب بعمل هالخدمة، لأنك قلت كنت أنا مريض وزرتوني بروح، هيدا ربنا اللي بده إياه منا، وهيدا اللي بيعطينا الخلاص الحقيقي، هي اللي بده إياه إلهنا منا. ساعة قال التلميذ اللي كان يسوع يحبه كتير هيدا الرب، حتى يقلنا أنه اللي بيحب الرب أكتر بيشوفه أكتر، اللي بيحب الرب أكتر بيكتشف إلهنا أسرع، واللي بيحب ربنا أكتر بيشعر بوجوده بحياته فعلا أكتر. التلميذ الذي كان يسوع يحبه يوحنا الحبيب اسمه، لا أبو يوحنا الحبيب لأنه كان يسوع يحبه كتير على طيبة قلبه وعلى قديش كان هو يحب يسوع، وهيدا اللي بده إياه ربنا منه. التلميذ الذي كان يحبه، لازم يكون كلنا تلميذ نحب ربنا أكتر من حالنا حتى نستحقه ونكتشفه بحياتنا ونلمسه. بطرس وقت اللي سمع هيدا الرب لبس ثوبه وكب حاله بالبحر لأنه كان عريان، كان عريان لأنه بالبحر ما في إذا بدنا ما في شيء يستحي منه يخجل منه، بيقلع ثوبه، مش إنه عريان مظلط كليا، إنما في شيء بيلبسوه كانوا من فوق لتحت مثل العباية،
بيقلعها لأنه بالبحر ما في شيء بيستحي منه. بس هي إلى رموز كمان. البحر بالكتاب المقدس بيرمز للعالم، ومش حيلا عالم، عالم الشر، عالم الخطية اللي بيتخبط فيه الإنسان كل يوم. وقت اللي بينغمس الإنسان بهالعالم، عالم الشر، بيتعرى من إنسانيته ومن ثوب المسيح اللي بيلبسه بالمعمودية، صار لاحق الشر، صار لعبة بإيد الشيطان. بيقلع ثوب المسيح اللي لبسه بالمعمودية. بولس مربولس قال أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح لقد لبستم المسيح. مشان هيك مطلوب منا نعيش المسيح. بس وقت بنغمس ببحر العالم الشرير، أنا بكب عني ثوب المسيح طبيعي، ساعتها مبعود اخجل من شيء، بفقد شلش الحياة. مش هيك بيقولوا فقد شلش الحياة، ما بقى فرقاني معه كل شيء عم بيعمله، إلا إذا رجع وشاف ربنا، إلا إذا رجع وسمع كلمة ربنا، ساعتها رح يخجل من نفسه قدام ربنا ويلبس الثوب من جديد، يرجع يلبس كلمة الله من جديد. بطرس سمع أنه الرب، ستر حاله وكب حاله بالمي، ما خاف حتى من أنه يغرق أبدا، وإجا لعند يسوع. هيدي ثقته بالرب بتنجيه، وثقته بالرب ما بتخليه يغرق. هيدي قوة الإنسان المسيحي الملتزم بكلمة الله، ما بينجر بتيارات العالم، وخاصة أنتم في العالم ولستم من العالم، ما تصيروا منه، خليكم غرب عنه. نحن غرب عن هالعالم، غرب عن هالأرض، غرب عن هالبشر العايشين لعب بإيد الشيطان. نحن مش منهم. أنتم نور العالم وملح الأرض، أنتم في العالم ولستم منهم. لأنه هدف بطرس كان هدفه يوصل للمسيح، كب حلو بالمي وراح، ما فرقت معه، حتى ما خاف من الغرق، مع العلم أنه قبل وقت اللي شك قال له إذا كنت أنت المسيح خليني أمشي على المي، قال له تعا مشي فاشختين. وقت اللي شك غرق، وقت اللي شك يعني وقت اللي رجع فات بفكره بالعالم. هي دعوة لنا أخوتي، أنه نجي نحن لعند المسيح، ما ننطر هو يجي لعنا، هو موجود وناطرنا، بس مطلوب منا نحن وبإرادتنا وبقرار منا وباختيار حر منا أنه نجي لعند ربنا، وأنه نترك كل شيء وما نعبد غيره، ما نعبد غيره أبدا، وأنه يكون هو الأول والأخير حتى نوصل له. كمان هيدي أخوتي بين هلالين اللي عطول بنبه عليها، بحضور الرب وقت اللي شاف هيدا الرب لبس الثوب لأنه كان عريان. تدعينا للحشمة، ها مش مني، من الكتاب المقدس قدام بحضور ربنا كيف الإنسان بيحتشم بلباسه للمرأة وللرجل. يعني هيدي شغلة مهمة كتير، إنه اليوم بعدنا كل شيء مننبه ومنحكي عن إنه خيي يا خيي الشاب وقت بتجي على الكنيسة ما تلبس شورت. حضور الله حضور فاعل بحياتي، بدي خاف الله بقلبي قبل شكلي، تيظهر الله بقلبي على شكلي من برا، بتصرفاتي بكلماتي بلبسي بكل شيء فيي. الاحتشام للرجل وللمرأة، حضور الرب مهم. لبس وقت قال له هيدا الرب لبس ثوبه كان عريان، لك ايه بخجل من حضور الله. الله هيدا مش خبرية عادية، هيدا إله الكون، هيدا إله الكون، كيف لازم نتصرف بحضرة الله. أخيرا أخوتي، الشبكة ترمز للكنيسة، والتلاميذ هن كل إنسان مبشر بالمسيح، حامل كلمة المسيح، مآمن بالمسيح، ملتزم بالمسيح، وكل خادم بالكنيسة، كل خادم للمسيح، كهنة أو غير كهنة أو مكرس. والسمك هن نفوس الناس، نفوس البشرية اللي بيصطادوها الرسل وبيقدموها للرب. والشط اللي كان واقف عليه يسوع هو الحياة الأبدية، والمسيح واقف وناطرنا نجي نحن لعنده، وناطر كمان خدامه يجيبوا له النفوس، يتصيدوا له النفوس. قال لهم أنتوا صيادي سمك، بدي خليكم تكونوا صيادي بشر، روحوا تصيدوا نفوس الناس، ردوها عن الضلال، عرفوها على الملكوت، عرفوها على الرب وجيبوها لإله. نشهد بأعمالنا وبأقوالنا للرب قدام الناس حتى يهتدوا، ما يضلوا أو الضال يبعد أكثر. هيدا الصيد اللي صيدوه التلاميذ، هالسمك هي نفوس البشر. والرب كان محضر سمك كمان على الشط
حضر لهم أكل. كمان أخوتي في نفوس ناس ربنا بيجيبها لإله بيهديها بطريقته حتى بدون لا كاهن ولا إنسان مسيحي. في ناس وشخصيا بعرف كثيرين تعرفوا على المسيح ما كانوا مسيحيين، تعرفوا على المسيح بطريقة غريبة عجيبة ما دخلوا ولا أي مسيحي فيها أبدا أبدا. بيصيروا يسألوا أسئلة لحالهم ويفتشوا وبيوصلوا للإنجيل وبيقولوا هيك كنا عم نفتش عليه. هي ربنا بيهدي ناس كمان غير نحن شغلنا نحن المؤمنين بالمسيح وبطريقته. وبتربط كمان انه بيتكل على الرب ما بيخاف وان بيلاقي اكل، انه نحن وقت بنشتغل بحق للرب ما تهتم وما تخاف ربنا العصافير بيلاقي لها اكل. يعني كانه محضر لهم اكل، كانه ما تعتلوا هم الاكل، اشتغلتوا كل الليل تعوا انا محضر لكم. يعني انا بروح بشتغل وهم المسيح واصله ما اعتل هم الاكل كيف بدي امنه. مش هيك الكنيسه اخوتي بتشتغل بالاتكال على الله، والله الله يعمل، الكنيسة تعمل والله يعمل، وتعبنا بالخدمة بيعطي نتيجة بس من خلال كلمة الله وحده وحده أبدا. ما لا ممكن نلاقي نتيجة حلوة إلا من خلال كلمة ربنا بس. هو الوحيد اللي بيهدي الناس، بيهدي كل البشر، وهو اللي قال من دوني ما فيكم تعملوا شيء أبدا.